يوم غيم وضباب وبغداد قد تتوقعون تنتج الألواح والألواح انغسلت من المطر مطر باحة كان غيم كثيف ومطر شديد. أنا شريت بوست أنه توليد الألواح كان فقط 500 واط ساعة 10 واليوم ديك الشمس تبين. اوكي نجي ناخذ اللامب ميتر ونقيس بيدنا 3 امبير في 300 فولت تقريبا 3 وشوية امبير يطلع لنا 1000 وكسور واط. ونجي لهنا 3.5 امبير للبايفاشيال في 270 فولت طلع لنا شو اسمه بالمضبوط. الساعة 9:30 نشوف توليد تقريبا الجو ضباب 1000 تقريبا 1500 واط عندنا البايفاشيال كل جهة من 7 ألواح. أما هنا فهم قريب 1500 واط من 8 ألواح. خمسة ونص خمسة وربع خمسة وثلاثة بالعشرة نفس الشيء. إذا تشوفوه 2700 واط مثل ما حسبنا 1000 واط تقريبا لهاي الانفيرتر الثاني أو الألواح المونوفيشيال و 1700 واط للانفيرتر رقم واحد اللي هو لحظة اكو غلط هنا هذا هنا الحساب رقم واحد 770 واط وهنا 850 واط هاي غلط الـ MPP 2 فالنتيجة يطلع 700 بـ 850 واط. الشمس تقريبا اختفت لكن بعدنا نولد حاليا تقريبا التوليد 2800 واط إلى 3000 واط يعني نقدر نقول 12-13 أمبير من أصل 45 أمبير اللي ممكن نطلعهم من الألواح في حالة الماكسيموم. مثل ما شفنا التوليد شقد حاليا تقريبا 12 أمبير يعني 22 لوحدة يولدون 12 أمبير تقريبا كل لوحدة يولد نص أمبير من أصل أمبيرين وكسور طبعا. فإذا نشوف الاستكارات مع الخلايا الشمسية مثل ما شفناهن بيهن يعني مذكور انه الطاقة القصوى للوح الشمسي ايش قد يولد. هاي الطاقة القصوى يعني يفحصوها بالظروف المختبرية تكون خلايا حرارتهن 25 درجة. هسه اذا نجي نشوف خلايا هاي الالواح هم يعني 25 درجة تقريبا 25 درجة مثل ما تشوفون. الشركات تكتب الانتاج الاقصى للوح الشمسي في الظروف المختبرية فهذا مو يعني انه انت من تخلي اللوح راح ينتج لك هلقد طاقة شمسية او هلقد طاقة كهربائية العفو. الظروف المختبرية بحرارة 25 درجة مئوية اشعاع شمسي 1000 واط على المتر مربع ما يعادل شمس واحدة. بينما اذا تشوفون يعني بالحالات الطبيعية بالصيف مثلا الحرارة مال الألواح يمكن توصل للسبعين وأكثر من 70 بالعراق. فعندنا هنا بالMTS ذاكرين المعامل درجة الحرارة يعني هذا سيليكون كل ما تزيد درجة حرارته كل ما الفولتية اللي يولدها تقل وكل ما التيار اللي يولده أيضا يتأثر وأيضا كذلك يعني إنتاج اللوح يتأثر كفاءته تقل. فش قد تقل كاتبين 0.35% لكل درجة سيليزية واحدة تصعد عن 25 مئوي. إذا
إذا حرارة اللوح توصل 70 درجة وحرارة الخلية الشمسية توصل 70 درجة فهي 45 درجة أكثر من 25. فنضرب الفرق بين يعني 45 درجة في 0.35 يطلع لنا تقريب 16% من كفاءة اللوح تروح. يعني 16% من إنتاج اللوح 86 واط، ننقصه من 540 طلعنا 453 واط. بينما شركة لونجي مثلا ذاكرين بالسبيك شيت، هسه إذا تفوت فيه ذاكرين إنه NOCT، NOCT هي Normal Operating Condition Test. Normal Operating Condition شنو يعني؟ يخلون الخلايا بزاوية معينة مثل هيتشي، فالنتيجة الإشعاع الشمسي اللي وقع عليها 800 تقريبا مو ألف، وحرارة اللوح يكون طبيعي، يعني حرارة الخلية الشمسية صير 47 درجة مئوية، ويقيسون عليها الانتاج. فالانتاج اللوح 540 واط على STC يكون 540 واط، أما على NOCT اللي هي نورمال الظروف الطبيعية ينتج لنا 400 واط. فهذا اللوح بالحقيقة هو ينتج 400 واط، نقدر نقول أمبير ونص، أمبير ونص تقريبا ماكسيمم ممكن ينتجه هو أمبيرين وكسور. فهذا بالظروف القياسية. أيضا طبعا إنتاج اللوح يعتمد على الزاوية ويا الشمس، كل ما يعني كان الشمس عامودية على اللوح كل ما ينتج كهرباء أكثر. فأكو يعني ناس تخلي الألواح على متتبع، شلون العباد الشمس هو يتبع الشمس وينتج أكبر طاقة ممكنة، لكن هذا ممكن يعني عنده مشكلة بالمكان أو شيء، يعني مضطر يسوي هذا الشيء أو محتاج الطاقة كلش بحيث لحد الغروب هو يحتاج الطاقة الشمسية. بينما احنا يعني هذا تعقيد وكلفة زيادة على الموضوع، فممكن بها مشاكل وتعطل، لكن تثبيت الألواح كلش كافي، ينتج لك طاقة من ساعة 7 الصبح لحد ساعة 5 العصر ومرات للستة بالصيف، ينتج لك يعني شيء بسيط آخر ساعتين، لكن من ساعة 8 أو صبح إنتاج قوي إذا كان توجيهك على الجنوب ضبط، يكون إنتاج قوي لحد ساعة 3 تقريبا. كم لوح يتحمل الانفيرتر؟ الانفيرتر مثل ما شفنا الاستيكرات، الاستيكرات اللي مكتوبة على الانفيرتر مكتوب VOC، VOC يعني Voltage Open Circuit. هنا الخلايا مكتوب بالاستيكر Voltage Open Circuit، هاي الفولتية قيسوها من ماكو عليه أي حمل اللوح، ممكن توصل 50 فولت وممكن تعبر 50 فولت إذا كانت حرارة اللوح كلش باردة وشعاع الشمسي قوي. فهاي الفولتية مضاعفات، يعني كل لوح تربطه على التوالي 50 فولت، 200 فولت، 400 فولت، هنا 400 فولت صارن. فلازم تخلي سماحية، يعني هسه الانفيرتر مثلا ساكو مكتوب 450 فولت يتحمل، وأنا ما أجي أحط 9 ألواح، رح أكون يعني كلش مضيق على الانفيرتر وممكن يحترق. يعني ممكن بالشتاء الألواح جدا باردة والشمس على غفلة تطلع عليها ممكن تعبر إلى 400 واط، فما أقدر، أقدر أشد أكثر شيء 8 ألواح على التوالي. أما على التوازي فهو ممكن عادي يشد، لازم من نفس النوعية حسب وتحمل تيار الـ MPPT أو الانفيرتر كشقد تيار. هذا الساكوس 18 أمبير مفروض، والفولترونيك يتحمل مفروض 27 أمبير، فذني الألواح انتجن 12-13 أمبير. فأنت يعني إذا أصلا تحط 2 توازي ما راح تستفاد من كل القدرة، إلا إذا يعني عدا انه دحت يعني توازي على MPP واحد، انه مثلا انفيرترك ينتج 5000 واط او 6000 واط، خلي عليه توازي من دني فممكن. هاي هنا التوازي الواحد 4000 وكسور، لكن اذا تحط 2 توازي منهن ممكن ينتج لك 8000 وكسور، انفيرترك يتحمل 6000، فهو راح يبدي يقطع شقد يسحب من الألواح. يعني إذا هو يتحمل 6000 هو راح يبدي يسحب تيار على قد 6000 واط، لكن يكون دائما ملود هذا MPPT، فممكن ينتج لك الصبح تيار أكثر والعصر تيار أكثر،
والظهر تيار محدد حسب اللي يتحمله، فهذا راح يزيد لك الانتاج اليومي، لكن ايضا كلفة زيادة حتكون عليك بالنسبة للالواح. انا حاط على كل ام بي بي تي هناك 7 الواح وهنا 8 الواح، وتقريبا 7 الواح ينتجون يعني تقريبا بقد 8 الواح لانه ثنائية الوجه. فنجي على الفي ام بي، شنو مكتوب في ام بي؟ هي فولتية القدرة، اعلى قدرة تسحب من لوح نطيك هالقد فولتية. فهاي الفولتية يعني ممكن تحسبها يعني انه شقد اقل الواح ممكن تشغل الانفيرتر تستعمل هاي الفولتية. يعني احنا انفيرترنا الساكو 120 فولت الى 450 فولت لم بي بي يشتغل، والفولترونيك من 90 الى 450 فولت، واكو انفيرترات تشتغل من 30 فولت وفوق اي حسب نوع الانفيرتر. فهذا بال 30 فولت ممكن لوح واحد يشتغل عليه، لكن دني ممكن اقل شيء 3، يعني اذا 3 الواح ينتج لنا 120 فولت اقل شيء 3 الواح، ويفضل 4 وفوق، يعني يفضل 4 الواح على التوالي وفوق، لانه بالحر راح تنزل فولتية الالواح ايضا، وممكن تنزل تحت اصلا فولتية الام بي بي، فما راح يولد صح كهرباء. مكتوب الاي اس سي، هذا تيار الشورت سيركت، والاي ام بي اللي هو تيار الماكسيمم باور، التيار اعلى شيء على ماكسيمم باور حسب الفولتيه اللي هم مبينيها بالستيكر. نتمنى انه الفيديو عجبكم، لا تنسون المشاركه، لا تنسون الاشتراك بالقناه، واي استفسار عندكم ان شاء الله انا حاضر، وشكرا جزيلا لكم، مع السلامه.